السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى من الله يلقاكم هالفيديو في اتم الصحه والعافيه يا ربي. اليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا التطبيق ديال هاد الدرس. كيجي خفيف وانيق كيف كتلاحظوا معايا، كيجي في الجلابه وغيجي حتى في القميص. تبعوا معايا حتى الاخر وان شاء الله الطريقه تجيكم سهله. وهنا كيف العادة كنبداو بالصلاة على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صافي، هنا كنجي في الملاقية هذه اللي كتشوفوا معي ديال لكم، كندير فيها غريزة، كندير جوج ديال اللويات وكنجر الخيط للفوق. هنا غادي نشكل الضرس ديال واحد. هنايا تشكلت عندي سنينة، كنجي كندير غرزة ثانية، كنجي للراس ديال هاد السنينه كنشد فيها. نحاول نقرب لكم شويه. صافي، كندير ثلاثه ديال اللويات وكنجر الخيط ديالي الفوق وكنخشي في هاد العوينه اللي عندي هنا، كنلوي الخيط ديالي باش كنحصل على الضرس ديال جوج. هنا عندي واحد الخويط غنحبك عليه، واحد ربعه ديال الحبكات. غندير غريزه في الثوب وغادي نجي لهاد الضريس، غنجي للراس، غادي نخشي البره ديالي وغادي ندير ثلاثه ديال اللويات. صافي، كنجر الخيط ديالي للفوق وكنحاول نزير الخدمه ديالي باش كيجيني الضرس واقف. كنخشي في هاد العوينه وكنلوي عليها واحد الغريزه. عندي هنا واحد الخويط غادي نحبك عليه، واحد سبعه ديال الحبكات حتى كنعمر الخيط ديالي. صافي، هنا كندير غريزه في الثوب باش كنسد الطريس، كنجي كندير الغرزه الثانيه باش كنبدا الضرس ديال واحد. كنخشي البره ديالي ما بين هاد الغرزه الاولى والثانيه وكندير جوج اللويات وكنلوي عليها، كنشكل الضرس ديال واحد. كندير الغرزه الثانيه في الثوب، كنجي لهاد الراس ديال هاد السنينه وكندير ثلاثه ديال اللويات. كنجر الحرير ديالي الفوق، كنخشي البره في هاد العوينه وكندور عليها الحرير هنا باش كنحصل على الضرس ديال جوج. من بعد كنحبك على هالخيط اللي عندي هنايا، كنحبك عليه ربعه ديال الحبكات. صافي، هنا كندير غرزه في الثوب وكنمشي للراس ديال هاد الضريس ديال جوج، كندير فيه ثلاثه ديال اللويات وكنجر الخيط للفوق. كيف قلت لكم كنحاول نزير الخدمه ديالي باش كيجيني الضرس واقف. صافي، وكنحبك على هاد الخيط سبعه ديال الحبكات. صافي، هنا انا خدمت هذه المسافه هذه باش ما نطولش عليكم الفيديو، المهم كتستمروا في الخدمه ديالكم بنفس الطريقه.
وهنا كيف كتلاحظوا معايا انا دورت الداس ديالي على الكم كامل، كيجي على هذا الشكل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وفي الحقيقه حتى كيتصلح عاد كيبان احسن. ومع السلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.